السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى لكم بخير، راكم ملاح. نلتقي اليوم في درس جديد، يعني موش درس، حاجة سهلة اليوم، ما كانش شرح فيه، ما كانش شرح أصلا، ما كانش شرح. الدرس تاع اليوم كما راكم تشوفوا هو لي جور دو لا سيمين. لي جور دو لا سيمين واش معناتها؟ معناتها أيام الأسبوع، أيام الأسبوع. إذن اليوم راحين نشوفو لي جور دو لا سيمين. نبداو بسم الله. دونك لي جور دو لا سيمين كاين سبعة، كاين سات، سات جور في لا سيمين. عندنا لو بخومييي جور دو لا سيمين اي لو ديمانش، ديمانش اللي هو يوم الأحد. لو دوزيام جور لندي، لندي الاثنين. لو تروازيام جور ماردي، ماردي الثلاثاء. ميركردي، ميركردي، ميركردي الأربعاء. جودي، جودي، جودي الخميس. فاندردي، فاندردي، فاندردي الجمعة. Et le dernier jour de la semaine هو سامدي، سامدي، سامدي اللي هو يوم السبت. Normalement la plupart منكم يعرف لي جور دو لا سيمين، يعرف الايام الاسبوع، واللي ما يعرفش يتعلمهم ان شاء الله سهلين يتحفظوا بك. هذا ما كان. نزيدو نشوفو لي موا دو لاني، لي موا، لي موا دو لاني واش معناتها؟ معناتها اشهر السنه، اشهر السنة. نبداو بلو بخومييي موا دو لاني هو لو موا دو جانفيي، جانفيي، جانفيي. لو دوزيام فيفريي، فيفريي، فيفريي. لو تروازيام مارس، مارس، مارس. لو كاتريام افريل، افريل، افريل. لو سانكيام مي، مي. لو سيزيام جوان، juin، juin. Le septième juillet، juillet، juillet. Le huitième août، août، août. Le neuvième c'est septembre، septembre، septembre. Le dixième octobre، octobre، octobre. Le onzième novembre، novembre، novembre. Le douzième et le dernier mois de l'année هو décembre، décembre، décembre. Donc هذو هما les douze mois de l'année كما نعرفو.
في لاني كاين 12 موا، وفي الاسبوع يعني في لا سيمين كاين 7 جوغ هكا. دونك هذا هو الدرس تاع اليوم، ماهوش ما فيهش شرح، يتحفظ. اللي يعرفهم يعرفهم، اللي ما يعرفهمش يحفظهم. اللي ما يعرفش البرونونسياسيون، اللي ما يعرفش، رانا درنا كلش في تاع البرونونسياسيون تاع النطق ولا القراءه، درنا كلش في لي فيديو اللي فاتوا. عاودوا لو لي فيديو اللي فاتوا، ولا عاودوا سمعوا كيفاش راني نهضر، وتتعلموا النطق تاعكم فاسيلمون. شوفوهم كيفاش يتكتبوا باش تعلموا تكتبوهم وحدكم، ما تزيدوش تشوفوا الشيخ كيفاش يكتبهم لكم، ولا تكونوا ما تعرفوش كيفاش يتكتبوا، يعني ضروري. هذا ما كان، واش نقول لكم؟ نقول لكم اشتركوا في القناه تاعي، وروها للزملاء تاعكم، لجيرانكم، للاهل تاعكم، اي انسان حاب يتعلم اللغه الفرنسيه بطريقه سهله، قولوا له يشترك في القناه. وشكرا لكم مسبقا. نتمنى الدرس تاع اليوم يكون عجبكم، يعني ماهوش كبير، ماهوش واعر. نلتقي في الحصة القادمة مع درس جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.